عند العودة إلى المنزل احرص على ما يلي: اخلع حذاءك خارج المنزل. اخلع القفازات أولاً حيث أنها الأكثر عرضة للتلوث. الخطوات السليمة لخلع القفازات: استخدم معقماً كحولياً لتعقيم القفازات من الخارج. اضغط على القفاز الأيسر على راحة اليد ومنطقة الرسغ. اسحب القفاز بالكامل عن يدك حتى ينقلب من الداخل إلى الخارج، وضعه في راحة يدك اليمنى. اسحب القفاز الآخر بنفس الطريقة وتخلص من القفازات في كيس، ثم قم بإزالة الكمامة من الخلف ولا تلمس الجزء الأمامي منها، وتخلص من الكمامة، ثم أغلق الكيس بإحكام وضعه في سلة مغلقة. اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 إلى 30 ثانية، واغسل وجهك أيضاً. قم بتغيير ملابسك وضعها في الغسيل. تغسل الملابس بماء حار، ويفضل أن يكون ما بين 40 إلى 60 درجة مئوية مع استخدام منظف غسيل. ولا بأس في خلط ملابسك مع الغسيل العادي.